كافيين معكم عالم الصباح، بنروح عند الشيف شادي لنشوف اخر التحضيرات بورشه ملح. احبائي صباح الخير واهلا وسهلا فيكم بنص ساعه سوا مع الشيف شادي ورشه ملح. اليوم بدنا ننتقل هيك حوالي شي ربع ساعه 20 دقيقه على السلفادور. برجع بعيد اللي قلته اول شيء رح ارجع عيده، نفس الشيء اللي عملته اول شيء رح ارجع كمان عيده حتى توصل كمان المعلومه من الاول للاخر بكل حذافيرها مثل ما بيقولوا. اوكي، بلبنان وبالدول العربيه كل دوله عندها عاداتها. اذا رحنا كزرنا بمصر او مشينا كمان على النيل منلاقي بيعملوا الطعميه. اذا رحنا نحن هلا كمان رحنا بلبنان على الطرقات منلاقي كثير الشاورما. يعني كل بلد عنده هالاطباق التقليديه الفقيرة، خلينا نقول الفقيرة بمعنى يعني الطبق بيكون معمول بلدي شعبي مشهور في كل بلد. نرجع منروح على السلفادور. هاي هاو ار يو؟ فاين؟ يو ار فروم سلفادور؟ يا اه اوكي يا سلفادور مش سلفادور. اطلع في اوكي تيك تيك ميت ليمون ليمون كيك فروم سلفادور. تيك ات اول؟ اوكي وان بيس وان بيس وان بيس هاف بيس ذس بيج بيس اوكي بيج بيس اي لاف يو اوكي يلا جو هوم. وي اوكي حلوه بس ها مين بنات السلفادور حبيت. لكن فينا نروح نكزر بالسلفادور. نحن عم نكزر بالسلفادور بنلاقي بنات حلوين، واحد اثنين بنلاقي من الاطباق كمان التقليديه على راسهم البوبوزا. هالبوبوزا هالبرجر خلينا نسميها المحشي لانه شكلها كمان دائري. خلينا هلا نشوف شكلها شوي صغيره بقلب المقلي. انا عم بشوي وحده وشوينا اثنين ثلاثه اكلنا اثنين منهم ضلت وحده يعني. طلعوا كيف خليني اقلبها هيك شوي. اوكي ها بلشنا هون بهالطريقه. هي بتنعمل بشكل دائري هلا لانه بيعملوها بالايد، ممكن تطلع مش دائريه دائما، ممكن تطلع هيك او تطلع هيك. هلا المهم بدنا نتعرف على العجينه، بدنا نتعرف كمان على الحشوه، بدنا نتعرف كمان على السلطه يلي بيحطوها وبيقدموا هالبوبوزا وبيحطوا عليها هالسلطه اللي اسمها الكورتيو او الكورتي دو مكتوبه. فيكم كمان تفتشوا عليها وتشوفوا كم نوع منها والاشياء اللي بيحطوها بقلبها. وكل منطقه مثل لبنان تبولي بمحل، الكب بمحل، التبلي بمحل، يعني بتكون بتختلف عن الاماكن الاخرى. كمان مثل ما شايفين هلا هيدا هو الشكل تبعها. هلا ميل شوي للاصفر لانه استعملت فيها طحين الذره الصفراء. لازم واكثر المناطق اليوم بالسلفادور بيستعملوا طحين الذره البيضاء. تختلف الطعم يا شيف شادي عم يقولوا لي، يعني نوعا ما نوعا ما، يعني مثل البولينتا البيضاء والبولينتا الصفراء، يعني مش كثير تختلف الطعمه. بعدنا بنفس كمان الوصفة وبعدنا بنفس كمان التيست تبعولها، طعمة تبعولها، اوكي. طيب، كيف عملنا هاي؟ وهونيك محضر هونيك الباستا ومحضر كمان عندك هون دجاج وفطر ومدري شو بدك تعمل كمان. بدي اعمل كمان دجاج بالكاري بعد شوي، رح نعمل هالخلطة مع حليب جوز الهند، اوكي؟ مع بعضهم، وبعدين رح كمان اخلط فيهم شوي صغيرة من الباستا مشان نعطي فكرة انه فينا مع هيدي الوصفة نحط أي نوع من أنواع الباستا أو الرز أو النودلز. بتعرفوا الشيف شادي كيف دائما بيعطي الترناتيف أو بيعطي أفكار تانية مشان نطبق نفس الوصفة. اوكي، هلا بدنا نروح لهون. خلوني أول شيء نبلش بهالسلطة اللي أنا اشتغلت فيها، أو خلينا نشيل هالزيت من هون شوي حطه هون. شو عملت أنا؟ قطعت من الملفوف يا شيف شادي، قطعت كمان أو برشت كمان من الجزر اثنيناتهم، ومن ساعة حطيت عليهم مي مغلية. طلعوا هيدي مي مغلية بعدها شوي صغيرة سخنة، بعد ساعة طلعوا شو صار. أكيد يعني فينا نقول إنه استويوا نوعا ما، استويوا نوعا ما، ما غليتهم، حطيت عليهم مي مغلية وهن باردين. تركتهم ساعة، الملفوف طري شوي، صار أطرى من الأول أكيد، صار بس ناكلهم لاقي إنه نحن ما بيقرش اوكي، بيعلق شوي صغير يعني صار مستوي بعض الشيء كمان اجهز. خلينا نكب هلا الميات. طلعوا كيف ها كبينا كل الميات بعقده. صار عندنا هلا الكورتيو بعد شوي رح تصير جاهزه، ناقصها بس من البصل الاخضر. رح اجيب انا هون سكين نقطع، وفي كمان مناطق ما بيحطوا فيها بصل اخضر بالخالص، وفي مناطق بيحطوا فيها زعتر، وفي مناطق بيحطوا فيها من حبوب الكمون. هودي كلهم سوا، مهم نعطي الافكار وبعدين انتم اعملوا اللي بدكم. يعني طلعوا بصل الاخضر كمان هون فوق بهالطريقه هيك، واو. وراح احط عليها يا شيف شادي كمان شوي صغيره من الزعتر، طلعوا كيف، شوي صغيره كمان من حبوب الكمون. يا سلام، بس هالقصه كلها كمان تصير شوي صغيره هيك من البابريكا. بس ما تقولوا لحدا من السلفادور الشيف شادي حط بابريكا، هن ما بيحطوا بابريكا بس انا جاي على بالي شوي. بعدين من الملح، طلعوا كيف، ومن كمان الخل الابيض اللي انا عندي هون
يلا يلا يا شيف شادي. وفي كمان مناطق برجع بعيد بيحطوا فيها، وعم نشوف كمان قدامنا نحن هلا الوصفه بيحطوا فيها كمان من الزيت. انا ما راح احط الزيت، طلعوا شو راح يصير. ملعقتين كبار يا شيف شادي هون، يا سلام. ومنبلش نغسل بلش نخلط هالكورتيو. اوكي طلعوا فيها شو حلوه. يلا يلا يا شيف شادي على مهلنا مع هالخليط الحلوين، هالبصل الاخضر اللي انت هون هيك. يلا يلا ها كله سوا هون. اوكي مثل ما كمان شفتوا من بعد ساعة لكان نحنا جينا شو عملنا بالمي السخنة؟ حطينا مي مغلية عليهم. هلا قبل شوي شفتوني عم نكب المي كلها سوا، اوكي؟ لأنه المي بس كانت حد تطريلي الجزرة وتطريلي الملفوفة، وهني بيستعملوا كمان، وعندنا كمان موجود بس ما بنلاقيها دائما، الملفوفة الخضرة، بنلاقيها خضرة ورقة خضر مش بيض، اوكي؟ كمان فيكم تستعملوا الاثنين، اوكي؟ وهيدي هي هالكورتيو صارت عندي اياها جاهزة، رح احطها هون يا شيف شادي هلا، وانتقل على ال شو رأيك بالعجينة؟ ولا بنروح على ال طيب، خلوني بلش اقلي شوي صغيرة الدجاج مع الكاري، وهلا كمان عم نكتب الوصفات، عم شوف تطلع ايه مزبوط، اوكي؟ عم نكتب الوصفات كمان قدامكم، اكتبون ورجعوا تابعوني شوي شوي، هلا شو رح أعمل أنا؟ المقلي موجودة على النار. اللي رح اعمله رح حط عليها الاشياء اللي داخله بوصفه الدجاج مع الكاري وحليب جوز الهند. ولعنا تحتها يا شيف شادي بهالطريقه ها؟ وانت كمان هون يا بوبوزه خليكي شوي صغيره راجعين لعندك، رح انتقل لهون. انا كمان مقطع من البصل من الفلافله من كمان الدجاج وسفين الدجاج من الفلافله الحلوه الحمراء وفلفله حلوه كمان. يا حرام شو صار فيك؟ اوكي رح نحطها نحن هلا هون. وفينا كمان بالكورديو اشخاص كثير بيحطوا كمان فلافله حلوه، انتبهوا برجع بعيد، بس الاساس تبعولها هو الملفوف والجزر، هذا الاساس تبعولها. اوكي دان انا عندي هون لكن برجع بعيد الثوم والبصل الفلافله حلوه، فينا نحط جزر، فينا نحط كمان فطر، فينا نحط الدجاج محل الدجاج كمان، فينا نحط لحمه، فينا نحط سمك، وكلهم نطبخهم مع حليب جوز الهند. طيب مقلي زيت زيتون ومطعم بالثوم كونه كمان الوصفه في بقلبها ثوم، وهذا كمان الزيت طلعوا هون نزلت شوي صغيره منها، شفتوا شو حلوين؟ هلا برجع بشيلهم كمان، لكم شو حلوين، واو بتعقد. وراح احط كمان شوي صغيره طعم نتفه صغيره بزيت الروزماري، موجود عندي وموجود، فهيك بعطي طعم لكم، كمان اللون شو حلو واثنيناتهم كمان زيت زيتون، بس الروزماري عطاني هاللون الحلو كمان على الزيتات. يلا يا شيف شادي شيل هون هالتوميت الصغار هون هيك ها تعقد بتجنن، راح احطهم هون هيك ويلا وهيدا هون. طيب لكن الزيت صارت بالمقلي، المقلي انا سخنتها، زيت سخناه. بالنسبه لزيت الزيتون كثير من الاشخاص بيخافوا يقلوا بزيت الزيتون، ودائما بس اعمل محاضرات او كون عم بعمل كلاس عندي او عم علم بعض الاشخاص ويشوفوني عم حط زيت زيتون، دائما بيسالوا ما بيقولوا لنا انه زيت الزيتون اذا حميناه كثير بضر. مزبوط، اذا حمينا كثير زيت الزيتون بضر لانه ما بيتحمل حراره عاليه مثل انواع زيت نباتيه اخرى، اوكي؟ طيب بس نحن هون مش عم نوصل لحراره، مش عم نقلي فيه بطاطا، مش عم نقلي فيه سمبوسك، مش عم نقلي فيه نحن كباب، لا، نحن عم نقلي فيه بصله، يعني الحراره قديش ما بتوصل لل 180 اللي هي حراره التدخين او الاحتراق ببلش لزيت الزيتون، والماكسيموم هو 200 درجه، يعني نحن بس نحميه بهالطريقه دغري نحن بنروح على موضوع القلي. طلعوا ها هلا الحراره وطيت، يعني نحن ما عندنا اي مشكله، واطيب وصحي 100%. طلعوا شو عم بيصير انا عندي هون، واو يا شيف شادي هون عندك الثوم، عندك كمان البصلات، عندك الفلافله الحلوه الحمراء، وعندك كمان الفلافله الحلوه كمان الخضراء، واذا بدنا كمان برجع بعيد انواع من الخضره الثانيه كمان ممكن، وهيدا كمان هون ملعقه خشبيه كبيره، وخي وارتاح راسي شوي صغيره هلا هون بشيلهم على جنب بعد شوي، وبجي بقلي الدجاج تبعولي، وعندي حليب جوز الهند. طيب 2000 ليرة يعني تنقول دولار وشوي او 2 دولار ماكسيموم عنا بلبنان، بنشتري علبة حليب جوز الهند، حلو نغير من وقت للتاني، ما عنا اشتروا حليب عادي، ما عنا روحوا كريم فريش، ما عنا اعملوا بشاميل، اوكي؟ يعني ما في عنا اي مشكلة. وهيدا هو كمان ها هالحليب، تقلكم بس انا مرات كثير بتشوفوني انه بخلي الاشياء مع انه عندي كل الوقت تا انا شو اعمل؟ تا انا فضي او افتح العلب بغيابكم، بس بحب هيك تشوفوا بعض المرات انه الاشياء كيف موجوده بالسوبر ماركت اذا بدنا نشتريها، لانه بنخمن انه حليب جوز الهند موجود تنقول لا، ما في عندنا حليب جوز الهند اليوم بلبنان، وقليل جدا موجودين بقلب الكرتونه، كلهم بيجوا بقلب الكان
وموجودين بالديبارتمنت او بكمان هال شو فينا نقول هالممر اوكي او هالمكان او الخزانه اللي بيحطوا فيها كمان الاكل الاسيوي بنلاقي حليب جوز الهند. يلا يا شيف شادي هون هون التحضيرات ماشي مشان الدجاج مع حليب جوز الهند، الخضره هون موجوده، الببوزه هون. خليكي هونيك تروح نشوف العجينه ونرجع. هيدي العجينه. هيدي العجينة أنا عملتها بس بدنا نعمل مثلها، تنوصل نعمل مثلها بدنا نعمل شغلة، يلا يا شيف شادي هون، وين رحت أنت هون؟ كان في عندك أنت كذا كذا كذا، حطيناه هون، يلا جو. الطحين الذرة صفرا، بنلاقيها بأكياس مثل الطحين، ناخذ هالطحين بهالطريقة هيك وعم نعمل عجينة الببوزة، ما رح نكتر لأنه أنا عامل كمان العجينة قبل، ونفس الطريقة، بناخذ هيك نحن هون مي، مي عادية. طلعوا كيف؟ وما نبلش رح اعجن بايدي عادي، خليكي انت هون يا ملحات، طلعوا كيف ها؟ وهيدا هون عم بعجن العجينه، طلعوا شوية مي وبلشت اعجن العجينه، إذا بحسها كثير العجينة إنه فيها مي كثير بزيد شوي صغيرة أنا من شو؟ من طحين الذرة، وإذا بحسها كمان بدها بعد شوي صغيرة من المي مش عم تجمع على بعضها بجي بضيف عليها نقطة صغيرة من المي، نقطة ورا نقطة وبجي بشتغل فيها بهالطريقه وفقط لا غير. هيدي هي العجينه طلعوا ها. هلا في انا مره بس كنت كمان بلويزيانا كانوا عاملين مثل كمان حفله اهالي السلفادور، شفتهم كيف عم يحضروها يومتها مشان هيك يعملوا بعض التروك الكوكينج تيبس، لانه نحن بس تشوفون على التلفزيون كيف بيعملوها او بالبيوت بيحطوا على ايدهم نقطه زيت وبيجوا بمدوها على ايدهم. في اشخاص اكيد صاروا محترفين اكثر، قالوا ليش نحن بدنا نحط زيت كل مره على ايدنا؟ بنحط نقطه زيت بقلبها، نقطه ليك هون. بهالطريقه ما عاد بتلزق على ايدينا. حاولوا استعملوها واعملوها، طلعوا العجينه كيف ها؟ وهلا العجينه اكيد العجينه لازم نريحها حوالي الساعه، وفينا ما نريحها. شو الفرق؟ انه اذا ريحناها وجينا اشتغلنا فيها ما عاد بتشقشق معنا، يعني حبوب سميد او فينا نقول طحين الذره، لانه كمان فينا نسميه سميد الذره، اوكي، لانه هو سميد بصير طحين اذا كنا نفرمه اكثر واكثر، شو بصير؟ بيشرب المي مزبوط وبيطلع عنا عجينه متماسكه. الثلاث دقائق ناطركم ترجعوا لعندي واكيد ناطر رولا تنعمل الببوزه مع كمان الكورتيو ونخلص كمان الدجاج مع الكاري، ناطركم. الوان كثير اليوم موجوده بالمطبخ، خلينا نشوف وين صار بالتحضيرات الشيف شادي بورشه ملح. بونجارنا سينيورينا. ماكاريكا ماكافيكا. يا هي طلعت مسبيه. ماكاريكا ماكاتيكا. اكلناها بهدله. اوكي، مثل ما شفتوا رولا اول شيء او اول حلقه اليوم انتقلنا على السلفادور شوي صغيره، بلشنا كمان نشتغل بطريقه حلوه، عندنا البوبوزا، عندنا كمان الكورتيو او الكورتيدو تنكتب اللي هي السلطه اللي بتنحط على البوبوزا، هالاكله ما بدي اقول اكله فقيره بس انه هي اكله مش مكلفه وبتنعمل وين ما كان، وبتلاقي كمان الاشخاص كلهم كيف عندنا المنقوش اللي حقق 1000 ليره، كمان هيدي بهالطريقه كمان بيعملوها انه مين ما كان بتلاقي بحبها مين ما كان قادر يشتريها وقادر يعملها بالبيت، يعني هذه شغله كمان مثل النيوكي كمان بايطاليا لان بطاطا وطحين، اوكي، يعني شغله كمان كثير، اوكي. هلا اول شيء انا بلشت اعملها بطريقه كمان كثير حلوه، طلعت عندي كمان انا وحدي واو يا سلام، اوكي الجبنه. هلا رح نبلش كمان نعمل كم حبه قبل ما انتقل كمان، او شو رايك انتقل قبل؟ ننتقل نعمل اول شيء لانه عم نعمل كمان الدجاج نحن بشو؟ مع حليب جوز الهند والكاري. صح. شو عملت انا؟ اول شيء حطيت الخضار كلهم سوا اي نوع من الخضار، بس ما تنسي الفلافل الحلوه والبصل بقلبها مع الدجاج، هذا اساس، اساس لانه بيعطونا طعمه كمان حلوه، الثوم كمان منيح، فينا نستعمل زيت الثوم او الثوم بس المفروم، انا حطيت زيت الثوم، ثوم، بصل، رائع الثوم، فلافل حلوه، فيك تحطي مشروم بقلبهم، فيك تحطي جزر بقلبهم، وحطيت كمان الفلفل الحلوه نوعين احمر واخضر مشان اعطي الوان. شو عملت؟ شلتهم على جنب، طلعي وين صاروا، وهون جيت انا على الدجاج، طلعي هلا شو حلوين. هلا شو بعمل انا هون؟ بنتقل واحد على الكاري،
هلا كمان بتشوفي كمان هالريحه الحلوه. كمان بنتقل هون كمان على شيء اسمه الزعفران، بس هو مش زعفران، نحن بنسميه زعفران لانه لونه اصفر بيصفر لنا الاكلات. هو الكركم. اوكي، بس بنقول نحن زعفران، متعودين انه الزعفران بيصفر لنا الاشياء، بس الزعفران كثير غالي للي بيستعملوه ببيتهم او بيشتروه، ففينا كمان نجيب الكركم وكمان نشتغل بالكركم من دون اي مشكله. طلع شو صار عندي هالخليط، صار كله سوا هون. هلا بجمع عليه انا شو؟ برجع على الخضره اللي انا استعملتها قبل. انت حاطط بصل وفليفله حمراء وخضراء 100%. اوكي، بقلبهم وفارم كمان بقلبهم التوميت والبصلات. طلعوا شو حلوين، بعقدوا بجننوا هون. وهلا انا شو بعمل؟ باخذ حليب جوز الهند اللي اشتريتهم اليوم، هيدا حوالي شيء قديش؟ 200 ملي. اوكي لا 400 ملي لتر. اوكي، بجي انا ها هو المفروض يغمرون؟ واو، نعم مش ضروري يغمرون. لا مش ضروري، هلا لانه هن استويوا كلهم سوا. خلوني قال انت هلا انا بتعمل لي الصوص. طلعي شو حلوه ها، ويلا يا شيف شادي بعد ناقصك شو انت هون؟ ناقصك الملحات شوي صغيره بهالطريقه ها. طلعوا كيف؟ وهيدا هون الفلفل الحار كمان نتفه صغيره لانه في بقلب كمان الوصفه. وانا هلا بكون مبسوط انه هي رح تغلي هلا هون بكل طمأنينه، وانا انتقل الى تصنيع البوبوزا. يا شو هو الكويسيو؟ من اي فعل هيدا؟ جاي من فعل كوكسه. كوكسه بدك تساليني هلا. اوكي اوكي، كوكسه. كوكسه هو نوع من الجبنه. نعم، بيستعملوها كثير تيحشوا فيها البوبوزا. هلا البوبوزا مش بس بيحشوها بالكويسيو او اي نوع من الجبنه. اوكي هلا اذا ما في عندنا كويسيو ما بنعمل يعني البوبوزا، نو موتزاريلا فيك تحطي، قشقوين فيك تحطي، بدك اياه، بس بيستعملوا كمان خلطه من الفاصوليا بحطوها بقلبهم. فاجولي فاصوليا بتعقد، هي بتحطوها بقلب الهوت دوغ. فاصوليا حمراء وجبنه وجبنه ولحمه مفرومه، بس لحمه خنزيري بيستعملوا هن كثير. بورك ميت بقلبها مفروم مطبوخ، بيجوا بكياس معبيين. يعني انت بتقولي له اعطيني غراض البوبوزا، بيعطيك كيس لحمه، بيعطيك كيس الجبنه، بيعطيك كيس الفاصوليا. بتجي انت بتحطي ثلاث اشياء بقلبها، بتسكريها يلا عن جد. وفوتوا كمان شوفوها البوبوزا كمان على الجوجل، بتشوفوا كمان قد بيعملوا مباريات. اوكي، وبيتخانقوا مين الاول ومين طلعت المره الاولى، جوائز عديده. هلا شغله كمان كثير حلوه، مثل عندنا كمان تبوله وما تبوله وقصص، واكبر صحن واكبر صحن، نفس الشيء بيشتغلوا بالبوبوزا. اوكي ماشي، الكويسيو موجود. واو يا سلام، انا هون يا حياه. اوكي داي. شو بعمل؟ اول شغله لازم اعملها، اعمل ايدي هيك شوية زيت على ايدي، باخذ العجينة اللي انا عندي، طلعيها شو حلوة، بشتغلها بهالطريقة. أول شيء بعجنها أكثر وبلش أنا بعملها بإيدي. طلعي كيف؟ شايفة كيف؟ شايفة كيف؟ ما فيك تقولي لا. طلعي كيف هون؟ بجي أنا باخذ الجبنة، بحط كمية من الجبنة بقلبها، دان بسكرها. طلعي كيف؟ سكرنيها. ما بتسكريها أنت للعجينة كلها سوا، بترجع بتحطي شوي صغيرة هون على إيدك الزيت، وبترجع بتعملي البول، تعصريها مزبوط، بتعملي البول اللي انت عملتيه قبل. طلعي كيف؟ وبترجعي على الجوانب، طلعي ها ايد، ذكرتني بالمعمول. طلعي المعمول كانه معمول، طلعي ها شايفه كيف عم بعمل باصابعي هون. تأوصل اعمل وبضل عندها بطن بالنص، لك البطن شو بعمل بالبطن انا هون؟ ببلش ها. اوكي يا سلام، بعملها بايدي. بس هيدي العجينه مثل شوي مثل الكعكه، مش مرتاحه كثير العجينه. ايه اوكي، بس لكن شو حلوه. اوكي دان، معي ولا مش معي؟ بلا. وبجي انا ها بوبوزا، نرجع وحده ثاني، ايدنا شوي صغيره، نرجع بنجيب كمان العجينه اللي نحن عندنا معموله من شو؟ رجعي تذكري، طحين الذره الصفراء، فيها تكون طحين الذره البيضاء اذا بدنا، وبنجي نحن عليها بنحط شوي صغيره بقلبها من المي، بصير عندنا عجينه. انا بحط هون زيت على ايدي، وبجي انا بفتحها. طلعي كيف؟ طلعي ها؟ ليكي كمان العجين، طلعي كيف بتلزق على الايدين وبترجع بتطلع، ليكي شو حلو، بعمل لها فجوه في الداخل. باخذ انا القصص اللي بدي اياهم انا، هني شو بيعملوا معليه؟ رح انا اعملها ها؟ طلعوا كيف بالإيد. هيك بيعملوا بالايد، بيحطوا بقلبها، برجع بيروحوا على الفاصوليا بيشيلوا بيحطوا بقلبها، برجع بيروحوا على اللحم بيحطوا بقلبها. وبيجوا هلا لانه حتى اذا كانت كلها لحمه من برا ما في مشكله، مش ضروري نحن يعني حتى هلا جبنه طلعت منها لبرا ما مشكله. اذا انا هلا ايدي كلهم لحمه او جبنه وطلعت هون، طلعي صار كلها جبنه، وين المشكله؟ انا بسكرها هيك، طلعي شو صار فيها ها؟ شفتي؟ معي ولا مش معي؟ معك. اوكي، برجع كمان نقطه زيت هون على ايدي اذا بدي هيك ها؟ ليكي كيف انا عملتها، برجع كورها بهالطريقة، برجع بروح أنا على الأنجل تبعولها أطراف، شو بشتغل فيها بهالطريقة هيك، وبرجع كمان حط هيك. واو شفتي كيف؟ ويلا البوبوزا صارت كثير طيبة، اللي الحشوة تبعيتها الكويسيو هيك معلومة كثير طيبة. هلا بتلاقوها، يمكن ما بتلاقوها دائما بكل المحلات، بس فيكم كمان تلاقوها، وإذا ما لقيتوها استعملوا موتزاريلا خلطوا مع الريكوتا، ما عندي أي مشكلة بالنسبة لهذا الموضوع. مخلوط يعني مخلوط، لا ما هي بتجي الكويسيو هي نوع من الجبنه، كيف عندنا جبنه الحلو؟ مش هي عم بحكي، اذا مش هيدي الجبنه استعملنا، الجبنات الباقيين لازم نعمل خلطه؟
مش ضروري، جاي على بالي مثلا تقول تحشيها روكفور، جورجونزولا، بري، موتزاريلا، اعمل اللي بدك اياه، اخذت الفكره. اوكي؟ معي ولا مش معي؟ اوكي، طلع كيف انا هون، برجع كمان طلع مع انه كمان ايدي صاروا موسخين، طلع كيف، العجينه بتعقد. انا ما بعرف ليه دائما 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 بس فكر بالموتزاريلا، بحس انه لوحدها ما بتكفي، لازم يكون في شيء معها. ليك حسب الازمه، بتعرفي الجبنه، مشان هيك نحن كمان عندك كل مطعم اليوم بلبنان شو بيعمل اليوم؟ اذا بدي اعمل فور تشيز صوص بتلاقي كل واحد بيختار الجبنه اللي بيحبها الشيف، مثلا انا بختار البري، الكامنبرت، بحط فيها كمان الجورجونزولا، بحط لها شويه موتزاريلا، هيداك الثاني بياخذ مثلا انواع من الجبنه المختلفه، أوكي؟ فمشان هيك كل واحد على ذوقه، طلعي هون كمان هون شو حلوه؟ طلعي. اوكي. وصلت الفكره؟ وصلت. وصلت الفكره وهيدي هون؟ هوبلا، يلا يا ابو شوش شو نعمل؟ نجي نغسل ايدينا، لك نرجع من عيد من كمان الطحين، الطحين الذره الصفراء او الطحين الذره البيضاء، بنحط على مي بصير عندنا عجينه بنريحها حوالي الساعه، هيدي عجينه كمان البوبوزا، كيف بنعملهم؟ بنعملهم مثل ما عملهم الشيف شادي هلا كمان، شويه زيت على ايدنا او فينا منحط زيت شويه مي على ايدنا من دون اي مشكله، الحشوه اي نوع من الجبنه، اي نوع من اللحمه، اي نوع من السمك عملوها، بس هن الاصليه بيحطوا فيها من لحم الخنزير من الكويسيو تشيز، وبيحطوا بقلبها كمان من كمان الفاجولي روسي اللي هن الفاصوليا الحمراء. شو عم تحكي معي هلا؟ عم مين yes. تحكي؟ يا سلام فاجولي نصي فاجولي روسي اللي هن الفاصوليا الحمراء. طيب شو بدي اقول لك؟ طيب انا هيك نعمل تجربه هلا بسرعه، اوكي اللي رح اعمله هو التالي، رح اجيب انا من هون لهون منضيع، طيب من هون لهون منضيع. خلينا نحن هلا هون نرجع نجي نجيب هالببوزه لهون. اوكي رح اجي اصل لك انا هيدي هون اللي عندي، معي ولا مش معي؟ رح اقدم لك اياها بالطريقه اللي لازم تتقدم مثل ما ابو الشوش بيحبها. اوكي تتطور انت شوي. هلا خلينا نحن ناخذ من هون هالمرقط الحلو هيك، تفضل اجي انا لهون اخذ السكين قطع بهالطريقه، طلعي الجبنه بقلبها، رح ناخذ هون الصحن نحطها بهالطريقه هيك، رح نروح نحن على كمان الكورتيو هون، طلع السلاد فوقها بهالطريقه هيك، معي ولا مش معي؟ معك 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 بهالطريقه، واجي زين لك اياها انا بالبصل الاخضر بهالطريقه. شو عم تزينها لحتى تحسسنا انه ما قلنا هلا هون هيدي فيكي كمان كما انه بدي اقول للمشاهدين انه هون كمان عندنا تاكل كمان قطعه كبيره من الكيك، هذا الكيك اللي عملناه امبارح، كيك الحامض عملته بالصينيه عيد البيس، عم ضل عندي سواري قد ما عملت كذا شيء طيب الصبح الظهر عشيه عن جد بالليل، بس تقومي بالليل ماشي اذا قمتي عطشانه تشربي منه، قصدي بتاكلي منه. اوكي يلا طيب حلو كثير كمان هيدا الكيك اللي عملناه امبارح، خليني بس انا اعمل شغلي هون، ويا سلام على شيء اسمه ببوزة، نرجع نروح كمان على هودي طفينا هون، نرجع بنروح على هيدي الثاني كمان انتبهوا عليها لانه هن بينعملوا كيف الماشين اللي عندنا بلبنان او الجريل اللي عندنا بلبنان الكبيره اللي بتشوفيهم الاماكن اللي بيعملوا القطايف بس يجي ايام القطايف صح رائع، بتلاقي هن جريل كبيره هالقد مسطحه بيسبوا فيها القطايف بهالطريقه، مزبوط هن كمان بيشتغلوا بهالطريقه، بيكون عندهم جريل كبيره يلا عرفتي كيف؟ وبرجعوا ببلشوا يبرمون كلهم سوا، يعني شغله كثير حلوه عن جد، اذا رحنا على السلفادور اوعى نرجع لهون من دون ما نجيب للشيف شادي معنا بوبوزا. اوكي يلا طيب هون بدي ارجع شوي صغيره كمان، قول بوبوزا انه غير انه بتتقدم مع كمان الكورتيو او الكورتيدو، اوكي؟ هالسلاد الحلوه بتتقدم كمان مع صلصه البندوره، يعني فينا كمان ايه معلوم ليكي هون هيدي هي بس صلصه بندوره صلصه بندوره، يعني نحن تفرجيكي كمان تكفي لك الصحن تبعوا لك وارجع اعمل صحن ثاني اكيد، هيدا هيدي صلصه البندوره على مثل وقت بتاكل موتزاريلا ستيكس كمان. برافو عليكي، بس هي بتغطيها يعني هني بيحطوهم بنص الطاوله هيك بيمسكون كمان بايدهم من دون ما تحطي عليها كمان الكورتيو، هيدي ابيتايزر اذا هيك ما هي بتاكل كل النهار، كيف الفلافل عندنا؟ مرات كثير بتروقي فلافل، مزبوط الكلام ولا لا؟ عن جد منقوشه، انا امبارح متعشى منقوشه ايه هيك بيعملوا حجمها هونيك كمان؟ هيك حجمها؟ ايه هيدا الحجم بيعملوا، وممكن تكون اكبر شوي صغيره بس هذا هو الحجم اللي هن بيعملوا، اوكي؟ وهيدا كمان هون تتبلش تدوقيها انت وتخبريني الوضع تبعولك شو هو، هيدي فورشيت وهيدا كوتو ويلا الف صحتين. اما هون شيف شادي هلا رح يرجع كمان كل شيء لهون ورح يجي كمان على الدجاج مع حليب جوز الهند، طلعوا كمان شو حلوه هيك هالخلطه الحلوه اللي رح اعمله انا هلا، رح اجيب كمان مثل ما بيقولوا طبق حلو، عمل لكم يا شيف شادي هون طلعوا كيف، حط فيه كمان من الدجاج اللي صار كمان منتهي عندي، طلعوا كيف، فينا نقدم مع اي نوع من الرز هالخلطه الحلوه، طلعي كيف يا رولا، لوك 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 لوك
شو رايك بالموضوع؟ حقد. هلا بتدقيهم كمان انت هون، طلعي كيك كمان، تفضلي هيدي هيك، رح شيل انا الصينيه هون بس ليكي شو حلوه. شلت منها تريونجل. تريونجل، بتعرفي تريونجل انت؟ ايه بيبوز ايد حاله. تريونجل. حتى الله. عن جد؟ تريونجل. واللوزونج، بتعرفي اللوزونج؟ لوزونج. عم تعلمنا ايه، بتعرفي الدائرة؟ دائرة هيك. ايه. هيك دائرة مش هيك. لا ابدا. اوكي. خلينا هون، لكن على المثلث الحلو وانتقل هلا تاخذ شوي صغيرة من الباستا اللي شاف شادي كمان عاملها، طلعوا كيف هون. ايه، طلع هون شو بدي اعمل؟ هيدي الباستا طلعوا. مسلوقة بمي مالحة من دون زيت ابدا، لما جيت انا صفيتها بعد ما استويت صفيناها، ما حطينا عليها ابدا مي مسقعة، بنحطها بصينية مع نقطة زيت تما يلزقوا على بعضهم من بعد ما نسلقها. وهون يا شيف شادي هلا كمان عم نعطي فكرة انه نحن مع حليب جوز الهند، مع الدجاج، مع الخضرة، مع كمان الكاري، فينا نقدم كمان نعمل باستا بتعقد بتجنن يا شادي بهالطريقة هيك. خلوني بس كمان هلا الببوزة هون، في عندي وحدة، طلعوا شوف شفتوا شو حلوين. وها حبيت الموضوع. يلا خد نفس. انا هون رح اعمل طويل. رح اعمل هيك عميق. رح اجي انا هيك بهالطريقة هون، حط كمان هيك هون كلها الكويسي، وخليك انت هون يا حياتي، وهون كمان هيك. رح اجي شوي صغيرة انا برجع بالملحات، لأنه حطينا كمان شو؟ حطينا الباستا. شوي صغيرة كمان بالزعفران، وتكبون يا شيف شادي والسريعة. يلا هون شوي صغيرة من الكاري، وبجي بحط شوي صغيرة أنا هون. خلص كاري، خلص نغمر. من الفلفل، وبحب دائما دائما أنا بس أقدم الباستا بالآخر شوية زيت زيتون، كونه فيها توم اليوم، فأنا حابب إني أقدم هالباستا بهالطريقة، وهيك كمان بنكون عطينا فكرة كمان حلوة كتير. يلا واحد، طلعوا شو حلوة هون. واحد طفينا، اثنين طفينا، ثلاثة طفينا. هلا بدنا نقدم المضبوط. تفضل. كيف تتقدم؟ كمان عندنا هلا كمان الببوزة، رح نشيل هيدي. طيب الصوص، صوص الدجاج. طلعوا شو حلوه هون، طلع كيف. بروح كمان هون على الكورتيو، طلع كيف. حط حط يا شادي ما تخاف، مثل ما بيعملوا بالسيرفادور كرما. طلع شو حلوه، حبيت الموضوع هون هيك. وهلا شو بجي انا؟ بجيب شوي صغيره من الزعتر، دير مدارة. شفت شو حلوه؟ جربوها، شيء بيطوش بيعقد. اما للصحن الثاني هو يلا يلا على السريع 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 بس خلصنا. هيك طلع 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 بس هون، انا ما عندي مشكله، انت فيك تخلصي، انا المهم هلا وصلت اللي عندي. ونحن هلا واو ريحتها بتعقد. ايه بتعقد بجنن. رولا روح بتعقد، تعلمنا البوبوزا، الكورتيو، كمان الدجاج، مع كمان الكاري وجوز الهند والباستا. وصحتين للجميع، اللقاء بكره معكم مع حلقه اجمل من اليوم. رولا لعمي. شكرا لك، والى اللقاء في الحلقه المقبله. نراكم غدا بتمام الساعه 10 صباحا.